مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم طبعا وجبتنا او طبقنا اليوم رح نعمل معاكم مطبق السمك. شو سمك؟ يا سلام، لينا بتحب السمك كثير. هاي الاكله خليجيه، رح نعملها معكم بطريقه سهله وطيبه كمان. خلوكم معنا تابعوا الفيديو. قبل ما تتابعوا الفيديو لا تنسوا كمان الاعجاب بالفيديو والتعليق والشير. خلونا نبلش. حبتين بصل كبار مقطعين ناعم، فلفل ملونة كمان مقطعة ناعم. عندي 3 حبات كمان من البندورة أو 4 حبات، انتو عوا كبر البندورة. 3 حبات كبار بارشون على البراشة. عندي ضمة شبت ونص ضمة كزبرة، هدول ناعمين. رز الكبسة أو رز طويل بإمكانكم تستخدموا كمان. عندي الغار صحيح هون، اللومي، ورق الغار وقرفة، إذا عندكم كمان رنفر فيكم كمان استعملوا. ملح، كركم، معلقة صغيرة من بهار السمك، كمون، بابريكا حمراء طبعا الحلوة، ودبس فليفلة. عندي توم مطحون هون مجفف وتوم مفرش. هلأ بدي بالبداية أول إشي بنتبل السمك. زيت الزيتون، ملح، بهار السمك، نستخدم نصه طبعا، الكمون، نص البهارات اللي ذكرناها بنستخدمها لتتبيلة السمك. هلا خلطهم منيح، شايفين؟ بنزل الخلطة، بنحاول نفوت كمان لجوا. بعد ما تبلنا السمك بدي انزل زيت ابيض منشان نقلي السمك. بنطر هلا لحد ما يسخن معنا. وبعد ما سخن معنا الزيت بدنا ننزل السمك. طبعا بالنسبه للزيت حرارته وسط. وبالنسبه للسمك احنا بامكاننا نستخدم اي نوع سمك بهاي الاكله، ما حدا يتحدث. يعني انا عندي هول سمك الدنيس، بامكانكم انتو الهامور او اي نوع سمك ثاني. طبعا بالنسبه للقلي احنا بدنا نقليهم تقريبا ربع قلي او نص قلي، يعني من الربع قلية للنص قلية، مو شرط قلية كاملة هون. هلا بدي اطفي الغاز واشيل معي السمكة. بدي انزل طنجرة جديدة وبنزل عليها زيت اللي قليت فيه السمك. وبس يسخن الزيت بدنا ننزل البصل. بعد ما سخن معي الزيت بننزل البصل. هلا بدي انطر البصل لحد ما يذبل. نزل الثوم. وبقلب. الله، ريحة لايت الثوم يا جماعة. بتشهي. بنزل البابريكا. البهارات طبعا هون ما كان عندي ملح بالبهار، بتحط هلا ملح بالشطة. في البهارات الصحيحة بنزلها وبنقلب. ضروري هاي الأكلة تجربوها، من الأكلات الفعل بالفعل كتير طيبة. نزل كزبرة
في الشبت. طبعا الشبت بيعطي طعمة للصلصة كتير طيبة، واللي ما مجربه يجربه. ننزل هلا البندورة، بعطيها تحريكة، شوية مي، وبنزل السمك. وبغطي الطنجرة، بخليها تقريبا شي 10 دقائق لبين ما تتعقد او تتسبك الصوص. هلا بعد شي 10 دقائق ارفع السمك. وانزل مي. بما انه نزلنا المي بدي ازيد كمان معلقة ملح، اخليها كمان شي 10 دقائق لتغلي وتتعقد. هلا بعد ما استوى عندي الصلصة بدي انزل طنجرة جديدة على الغاز، نفس زيت السمك، اخذ شوي وبستنى ليسخن. طبعا بعد ما سخن معي الزيت بدي انزل معي الرز. بقلبه شوي. وراح انزل انا عندي الصلصة. بدل المي بدي استخدم الصوص. طبعا هلا بعد ما استنينا عليه ليتشرب بدي انزل سمك ارد عليه بهذا الشكل، واغطيه واخلي الغاز على الواطي طبعا، وبستنى 20 دقيقة ليستوي الرز وبنرجع على مرحلة السمك. وهيك صار عنا المطبع السمك جاهز وبالعافية. بالنسبة هاي الصوص اللي سويناها رح نقدمها معاها كمان.